اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة الأكل صحي، وإحنا عندنا يوم الأحد من كل أسبوع بيكون الأكل صحي، وعلى باب التلاجة كده نكتب على إن في يوم في الأسبوع نقدر نعمل الأكلات اللي إحنا نفسنا فيها ولكن نعملها بطريقة صحية. النهاردة معايا المطبخ بسيط وسهل، الشوفان هو بيلعب دور كبير جدا في الاكلات الصحيه بما ان هو الياف فعاله وغير فعاله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول، بيخلصنا كمان من الدهون الزياده اللي في الاكل بتاعنا. النهارده هنعمل كفته الرز بالخضار والشوفان، اكيد لها تفاصيلها وهنشوف نعملها مع بعض ازاي مع رز مصري مسلوق في ميه وبعد ما اتسلق صفناه من الميه كاننا بنسلق مكرونه، وطبعا بيمر مرحله التبريد وهنشوف هنشتغل مع بعض ازاي في عمايل. معايا كمان النهارده الاومليت بالشوفان. طبعا الاومليت ده مدرسه، يتعمل بالمشروم، يتعمل بالشوفان، يتعمل بالخضار، يتعمل بالبصل، يتعمل بالبسطرمه. هنعمله النهارده بالمشروم، والمشروم مصدر غني جدا للبروتين النباتي، لطيف وجميل، والمشروم مفيش مشكله منه خالص لو احنا حتى اكلنا منه في صبح وليل وعشاء. معانا النهارده بقى المفاجاه، الكيكه بالجزر، هنعملها بتفاصيلها وحقوق الطبع لدينا وبس. هعملها النهارده، اعتقد ان انا عملتها قبل كده، ولكن المره دي الكيكه بالجزر انا هعملها بتفاصيل تانيه خالص مع الشوفان مع الجزر مع الكرمله، اكيد هتعجب الصغير والكبير وهتكون في نفس الوقت كمان بطريقه صحيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. المطبخ النهارده صحي بنسبه تقريبا ل 80 ل 90%، ولكن نقدر ازاي نعمل اي اكله احنا نفسنا فيها نعملها بطريقه صحيه. هستاذن حضراتكم نروح فاصل صغير، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره، والاكل النهارده صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك يا أبو غازي. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنعمل كفتة الرز بالخضار مع قليل من الشوفان. التوبنج بتاعنا بديل للبقسماط أو بديل للرقائق الذرة، الموضوع بتاع البانيه اللي احنا عارفينه. المقادير كوسة متقطعة صغير، وجزر متقطع صغير، ورز مصري متقطع صغير، وبقدونس وشوفان وبيض وتوم وبصل وشويه البهارات بتاعتنا. وللامانه معايا بصل اخضر، ودي مش موجوده في المقادير، هناخد العروق بتاعته. موجود مش موجود، الشيف المغازل انتوا عارفين دايما بيجود في الموضوع علشان الوصفه ما تنسهاش. اللي هي مدرسه المغازي ايه؟ ان انت اتعلمت حاجه في طريقه معينه من الاكلات، ضيفي بصمتك انت او التركيه بتاعتك انت، تقومي تتوجيها وتتوثق باسمك انت. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. نأمن على الخلاط، تمام زي الفل يا عم الحاج. هناخد الرز بتاعنا ده كده بنسقطه في الكبه، معايا طاسه على النار بتسخن، ننزل الرز ده المستوي. سلقنا رز كاننا هنعمل السوشي، اللي هو بنسلق الرز في معلقه خل وشويه ميه بدون ملح اهو، لان احنا هنضيف هنا البهارات. الرز يوم يستوي معايا كده ويبرد يبقى معايا بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ تمام. بنزل بالبصل، بنزل بالثوم، بصل وثوم، مش هنزل ببهارات، اقلب دول لوحدهم الاول واحنا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اسفين للازعاج، هنقلب الخليط تاني قاعد كده اهو. الرز لما يتسلق هنا يا ست الكل، في الخطوه دي في الوصفه دي لازم الرز يتسلق بدون ملح، وتسيبيه لما يبرد وياخد راحته خالص في التبريد.
كنت عامله امبارح باميه، كنت عامله ملوخيه، عندك شويه رز، مش هيقولوا لا. تاني بس خلاص، آسف للإزعاج. مهم جدا خلط الرز جيدا مع البصل والثوم. وجود البصل والثوم في قلب الرز بيدينا سوائل يساعد على سرعة اختلاط الرز وسرعة ايه طحنه. خلي بالك السكينة، خليها على جنب، لا تعور ايدك. شفت الرز نازل عامل ازاي؟ اهو ده. الله، رز المصري ده حكاية. اخواننا في الصين وفي اليابان فطور غدا عشاء، المصريين يصبحوا عليهم في الوجبة الأساسية بتاعتهم اللي هي السوشي، عامل زي الكشري عندنا كده. اهو تقولي لي بقى السوشي يتعمل برز بسمتي والفلاسفة؟ خالص ما ينفعش، لازم رز مصري. نزلنا بالرز بعد ما طحناه مع بصل وتوم، تاهت البصلة والتومة في قلب الرز، بنبدأ نبهر الكفتة بتاعتي. البهارات طبعا كلنا عارفين ان هي بتنشط الجهاز الهضمي، مفيش منها مشكلة خالص، لا بتزود ولا بتقلل في الوزن، ممكن بتفتح الشهية خلي بالك، ولكن طالما بعمل كفتة استغل الكركم. الكركم حاجة مفيدة جدا، ينقي الكبد من السموم والدهون، فليه ما نستخدموش. الزعتر في ليفر لطيف وجميل للمعدة، ملح وفلفل، احنا مش حاطين ملح في سلق الرز، ولو انت كنت سلق الرز وفي شوية ملح يبقى في كنترول على الملح، ده اختياري. هنقلب دول كلهم مع بعض، احنا بس عايزين نشوف اللون ايه قبل ما نضيف اي حاجة تانية خالص. هو ده زي الفل يا عم الشيف كده لغاية دلوقتي. ده الرز بتاعنا، نبدأ ندلعه بقى. عندي كوسة، عندي جزر مبشور او قصدي متقطع كريات صغيرة يفضل يعني، عندي شوية كزبرة على شوية بقدونس، كل دول مع بعضيهم زي الفل، معلاية معجون طماطم أو معلاية كاتشب في قلبيهم، معانا من البيض 2 بيضة في قلب الخليط، اللهم صل على النبي. ممكن تحط البياض بس على فكرة، وده اختياري، البياض بس مفيش أي مشكلة. شوية حليب، ونعجن كل ده بإيدينا، وإحنا بإيدينا نقدر نتحكم في كل حاجة بنعملها. الله، تعال نعجن الخليط ده كله مع بعضه. طحن الرز جيدا هو اللي هيلعب دور البطولة دلوقتي في تماسك الكفتة. عند الطاسة سخنة على النار، شديدة الحرارة على النار. لما نيجي بقى ندرس ونشوف ايه مكونات الكفتة دي، بتدور على بروتين حيواني فيها. هتقولي لي فين؟ انت شايفة لحمة؟ في البيض. بروتين كالسيوم، لا الصغير يقدر يستغنى عنه ولا الكبير. الجزر، الكوسة، البقدونس والكزبرة، كل دي ألياف وقيمة غذائية عالية جدا. الرز بتاعنا مش محتاجين نتكلم عنه، العالم كله يشهد له بمصدر غني جدا للكربوهيدرات والنشويات. البصل والثوم شهادتنا معاه مجروحة، قيمة غذائية عالية جدا، الدرانيات زي البصل والثوم والجنزبيل. الخليط بتاعي معايا جاهز زي الفل. تسلم ايدك يا عم الشيف. عندي شوفان اهو، باخد الشوفان اخليه هنا كده، حلو، بعطر شويه الشوفان دول بشويه بهارات كده، زعتر الشوفان. ركزي معايا عشان الموضوع هنا بقى ايه، فيه شويه ابداع.
بابريكا على الشوفان، شوية كركم على الشوفان، شوية بهارات على الشوفان، وأقلب الشوفان ده يا عم الشيف. وعندي طاسة شديدة الحرارة، دي مش مية يا شيف يا فاروق، مية يا ويلي ده حليب، سمي بسم الله، حليب والدسمة فيه قليلة. بإيدينا. تاني يلا، ما خدش باله من الأولى، نحط المراحل كده مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة يا عم الشيف علينا. شفت بقى اخد كده جزء اهو، تاني اهو، واحطها في الحليب. ده حليب، اخدها كده واعمل اقراص كده زي اقراص البرجر، واحطها في الحليب. ليه حطيتها في الحليب بيسألني المخرج بقى؟ ليه ما عملتش زي المدام ما بتعمل بيض وحليب وعليهم شويه بهارات؟ انا بحاول بقدر الامكان بخش في تفاصيل الاكله ومفاتيح الاكله واتخلص من كل حاجه ممكن تؤدي للدسامه. انا كفايه البطين اللي حطيتهم مع المقدار اللي احنا شفناه مع بعض، زي ست الكل اللي اتصلت من شويه الاستاذه قريش قالت لك كل العناصر الغذائيه اللي موجوده هنا اقدر استفيد بيها. شفت ازاي؟ ادي الخلطه، وناخده من الحليب بعد كده نسقطه في قلب الشوفان. عندي طاسه شديده الحراره، ما جبتش بقى بقسماط والبانيه اللي احنا عارفينه. وحقوق الطبع لدينا وبس. تاني. هرم من الابداع الطهوي. شغالين كده، اقفل الفرن، اقفل الفرن، اقلل النار، اقلل النار. حلو الكلام. نرجع تاني واحنا شغالين. واحده واحده. في قلب الشوفان. في قلب الشوفان. في قلب الشوفان. ما دي معموله في الشوفان، ركز معايا يا فاروق الله يرضى عليك حبيبي. تاني. تغليفة الشوفان دي مهمة جدا. طاسة على النار، بيسألوني دلوقتي في الكنترول هتحمرها في الزيت ولا تدخلها الفرن ولا تشويها ولا تقليها؟ والله في ثلاث طرق لعملية السوى، في طريقة صعبة من الثلاثة. الطريقة الأولى سهلة اللي أنا هقولها دلوقتي، اللي هي طاسة على النار بتسخن، بحط فيها شوية زيت وحمر الكفتة دي وبعدين ادخلها الفرن تكمل سواها. دي طريقة سهلة. الطريقة التانية ان انا ارصها في صينية على ورقة من الزبدة وادخلها شويها في الفرن. دي خلي بالك هنا لازم تكون خبرتك الطهوية عالية جدا عشان عملية السوى وعملية تغيير اللون. الطريقة التالتة صعبة جدا وانا بفضلها بصراحة، صحية 100%. ما هي يا اخي؟ حل على النار اللي هو حمام مية بتاعت الكسكسي، ونحط عليها مصفى، ونرص الكفتة دي في المصفى ونغطيها ونسيبها تستوي على البخار. اذا نسمي الطريقة دي ايه؟ تسوية على البخار. دي صعبة شوية وبتاخد وقت شوية. اللي عايز ياكل اكل صحي يعمل الكفتة دي وعلى مسؤوليتي، فيها كل العناصر الغذائية اللي احنا لو عملنا عليها ابحاث يلاقينا ما نقدرش نستغنى عن اي حاجه فيها. نعم يا غالي، بقول لي ايه رايك لو حطينا فيها لحمه وفراخ؟ تاني اتكلم من الاول، اعيد الكلام. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع، وسيبوني انا بقى اعيش مع الكفته الحلوه دي كده عشان عايز اعمل كميه حلوه عشان اخبط على جيراني والجار اللي جاره. صباح الخير يا ام احمد، شفت النهارده الشيف المغازى على القناه الاولى عمل الرز كفته بطريقه جديده اللي بيبات عندنا بتاع الملوخيه وبتاع الباميه. تعالوا مع بعض نشوي الكفته بتاعتنا. حل على النار، اللهم صل على النبي، ونحط فيها قليل من الزيت، ونحط مع الزيت ده، للامانه بعمل اكل صحه بس ده ما يمنعش برضه بحط مكعب زبده صغير. يعني انا لو مش بعملها رجيم هحط كميه كبيره.
خدتها زي ما هي كده. الله 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 الله، اهي شفت الحلاوه دي كده اهي. زي الفل يا عم الشيف، عمليه التحمير دي سريعه. هتدخلها الفرن دلوقتي بعد ما نقلبها القلبة التانية. وحقوق الطبع لدينا بس، مش لازم كل يوم كفتة من عند الحاتي، معمولة بقى باللية، معمولة بالدوش، كل ده مع بعضه على النار. اللهم صل على النبي. حلو، بجهزها عشان احطها على الشبكة بتاعت الفرن، واحنا شغالين مع بعض نقلب واحده واثنين وثلاثه، احنا ورانا حاجه، ربنا يبارك لنا في الوقت. خدها قاعده، قاعدين في العمل، قاعدين في المكتب، في موقع العمل، ايا كان، كل واحد مننا طالما هو بيشتغل الوقت بيعدي بسرعه. قاعدين بقى بنتكلم وبنقضيها كلام وحكاوي، الوقت طويل. ويقول لك الوقت ليه طويل كده، واليوم ماله طويل كده؟ بالعكس، ده احنا بنقعد مع بعض ساعه زمن بتعدي هوا. بص على الحلاوة، بص على الكرملة بتاعت الشوفان، شوف الرز كل المحتويات اللي موجودة في قلبه. آه، المخرج منتظر ان هي تفك مني. ليه؟ عينه واخدة على البيض والبقسماط في البانيه، انما الفكر الطهوي الجديد للشوفان بديل للبقسماط ما مرش عليه. بظلمك انا معايا يا فاروق، شايفين الحلاوة دي؟ شايفين الروان ده؟ اه هو ده. درجة حرارة الفرن عندي 180، بدخلها الفرن وانساها شوية على ما نشوف ايه قصة الاومليت ده، عشان ده مدرسة. نعمين؟ اه طبعا، فوق، الله عليك. اه هو ده، اه هو ده، اه حلو. في درجة حرارة 180 ونسيبها كده في نار هادية تتشمع وتبقى لطيفة وجميلة. طب بص عليها، بص عليها نظرة الوداع، مش الوداع الوداع يعني، هنطلعها بعد شوية، 10 دقايق تقريبا. بس خلونا نطلع الكفتة من الفرن. اللهم صل على النبي. نبص على الحلاوة ونبص على الشقاوة. اه، ايه الحلاوة دي؟ تسلم ايدك يا أم غازي. اللهم صل على النبي. اه نعم يا غالي، حاضر. كفته نغرفها مع بعض واحنا شغالين مع الاومليت عادي، اهو زي الفل. نجيب سرفيس حلو للكفته دي، تستاهل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ كفتة الرز بالخضار والشوفان، واحدة واحدة كده، واحنا شغالين مع بعض اهو. اللي ياخد قرص من دي هيدعي لي شريحة بطيخ واتغدت أحلى غدا. البطيخ طبعا السوائل بتاعته مفيدة، مفيش منه مشكلة خالص، برضو لا مريض سكر ولا مريض ضغط. حلقتنا النهاردة الاكل صحي وهيلسي بنسبه كام يا عم الشيف؟ تنسيق اول ومرحله اولى من التنسيق، يعني تعدي 80%. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.